حنفوت مباشرة بالموضوع. جالكسي نوت 9 مو محتاج مقدمات أبداً ولا تعريف مسبق، وبالحقيقة إيه مثل ما كنتم متوقعين، الموبايل الجديد هو النسخة الأفضل والأسرع والأحسن بكل المقاييس. وإذا كنتم من محبين أجهزة الأندرويد فبكل تأكيد رح تعجبكم مواصفات الجالكسي نوت 9 الجديد يلي بتخليه الرقم واحد بعالم الأندرويد. بالفقرة هي رح نحاول نغطي كل شيء جديد بالنوت 9، وهالشي بيشمل البطارية الرائعة، القلم اللي فيه مزايا مذهلة وموجودة لأول مرة، حجم الشاشة الكبير والرائع، والسوفت وير المتقدم، ومزايا تانية الحكي فيها ما بيخلص. لنبلش أول شيء بأهم ميزة بتلفت الانتباه، وهي سعة التخزين. سعة التخزين الداخلية للموبايل اللي وحدها كافية إنه تخلي نوت 9 الموبايل المفضل عند كتير ناس، خصوصاً إذا كانوا بيستخدموا تطبيقات كتير، لأن الموبايل الجديد مزود بسعة تخزين بتوصل ل 512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. يعني لو قبل بسنتين حدا قال إنه في موبايل بسعة تخزين داخلية نص تيرا كان ممكن حكيه يكون خيال علمي، بس سامسونج عن جد حولت الخيال لأمر واقع. الموبايل طبعا متوفر بنسخة تانية بسعر أقل، بتوصل سعة التخزين فيها ل 128 جيجا مع رامات 6 جيجا، وبالنسختين فينا طبعا نحط ميموري كارد إضافية لزيادة حجم التخزين، مع إنه صعب كتير نتوقع إنه في حدا ممكن يحتاج مساحة لموبايل أكثر من نص تيرا. من ناحية التصميم النوت 9 مو مختلف عن نسخته السابقة، نفس الشكل، نفس تدويرة الزوايا، مع اختلاف يمكن بالمصمة يلي صارت تحت الكاميرا بدل ما تكون جنبها. تغيير ظريف لأنه صار الوصول للحساس تبع البصمة أسهل، بس بنفس الوقت كتير ناس مو شايفينه عملي. النوت 9 طبعاً ضد المي ومزود بمكان للهيدفون، فيه مأخذ USB-C الممتاز للشحن، وبيجي بلونين أزرق ولون لافندر المميز يلي بيجمع بين الزهري والأرجواني، مع شاشة عرض كبيرة 6.4 إنش مزودة بتقنية سوبر أموليد كواد، يعني ألوان ودقة عرض مو موجودة بأي جهاز تاني. وطبعاً مع هيك شاشة ومساحة تخزين كبيرة بدنا بطارية مميزة، وإلا ما حنقدر نستمتع بالموبايل بالشكل المطلوب، وهالشي طبعاً متوفر بالنوت 9 يلي بطاريته بتشتغل 4000 ملي أمبير بالساعة. زيادة عن كل هالمواصفات الرائعة، نوت 9 رح يكون مثالي للألعاب، خصوصاً مع تحسينات كبيرة بالجي بي يو ومع نظام التبريد بالمي الموجود جوا الجهاز، وهي يمكن أول مرة بيتم الإعلان عن آلية تبريد من النوع هذا. سامسونج قالت إنه نظام التبريد الجديد رح يتناسب مع قدرة الجهاز على تشغيل لعبة الفورتنايت، اللعبة الشهيرة اللي حتكون متوفرة على أجهزة السامسونج. الكاميرا بنوت 9 ظلت محافظة على دقتها مع نفس دقة العدستين 12 ميجا بكسل يلي كانوا موجودات بالنسخة السابقة، مع تحسينات كبيرة بالسوفت وير شملت تقنيات جديدة بالذكاء الصناعي، وهالشي انعكس على متعة ودقة التصوير بالنوت 9 على اعتبار انه حساسات الكاميرات صارت تقدر تحلل نوع الشغلة يلي عم نصورها، وبناء عليه بتغير نوعية الإضاءة والتباين والإشباع وبتوازن اللون الأبيض لتطلع الصورة أفضل ما يمكن. أخيراً ما فينا نختم الفقرة بدون ما نحكي عن القلم، الميزة الأهم بالموبايل الجديد يلي وظيفته ما بتشمل بس الرسم على الشاشة مثل ما هو متعارف عليه بالموبايلات الثانية، لأنه سامسونج أضافت الاتصال بالبلوتوث بين القلم والجهاز، وحولت القلم من وسيلة للرسم والكتابة لوسيلة لتشغيل الموبايل عن بعد. وصار فينا بالنوت 9 نشغل الكاميرا ونأخذ اللقطات يلي نحن حابينها، نشغل ونسمع أغاني عن بعد، مع مزايا تحكم عن بعد كبيرة مو موجودة إلا بالنوت 9. Thank you.
ترجمة